الآن في خربة الميتي. خربة الميتي هي من ضمن الخراب الفلسطينية الموجودة التي دمرها الاحتلال بعد احتلال الضفة الغربية. خربة الميتي هي كانت تعج بالمواطنين الفلسطينيين، وكان هناك كثافة سكانية في هذه المنطقة كونها تقع ضمن الأراضي وعلى أراضي تتميز بينابيع المياه. هناك ما يزيد عن 6 ينابيع للمياه في منطقة الميتي. اليوم يسكن هذه الخربة 24 عائلة فلسطينية بسبب، وهذا العدد تقلص بسبب جرائم الاحتلال التي ترتكب بشكل يومي بحق أبناء شعبنا. يعني هذه الخربة تعرضت للهدم في عام 2013 و2014، آخر عمليات هدم نفذها الاحتلال في هذه المنطقة. والله علينا كثير من الاحتلال، يعني إن زمان ساكنة في المنطقة هذه، يعني مهجرين من مناطق الجنوبية، وظلينا شوي شوي لما جينا على المناطق هذه في الشمال الضفة الشمالية، ونعاني من الاحتلال. يعني من 85 وإحنا موجودين هذا نعاني من الاحتلال، هدم وترحيل وما شابه ذلك. والله مش عارف إيش بصير، يعني فيش حل، فيش إشي نبين يعني شو بصير في المنطقة هذه.